كيفاش غادي نقول لك، انا كنت غير ضاحك. واحد النهار كنت جالس مع صحابي هكا في الحومه، ومهم بقينا جالسين، وواحد شويه كل واحد شق طريقه ومشى في بلاصه، وانا بغيت نتسارع هكا في الكورنيش ديال الناضو. من تما جاو تلاقيت صحفيين، هضرت معاهم، قالوا لي بغينا نديروا معك انترفيو، نسولك واحد السؤال على واش تقدر تزوج بشي وحده كبيره عليك في السن. انا مع فهمتيني ما كنت شويه هذا، صافي بقيت كنهضر مع اللي جا. قال لي فمي كنقولوا اصلا كان الدماغ ديالي بحال قلتي كان كيغني لي فيه الصناجي، فهمت؟ كان كيغني لي ديك جمع الصايط كلات باتيش هنا في دماغي، في دماغي بيني وبين راسي. من تما وانا بقيت غير كنخربق تما، حتى بقيت كنقول للمهمات. اما انا بالعكس كيعجبوني لي جون، انا اصلا جني عاشق لي جون المجنونات. دابا انت جون وانا جون، نتجوانطو عليك وتجوانطي عليا، اما الا ديتها شي جنيه شارفه غادي تولي تكميني الجوانات، نبقاو نتشارو بالجناوه وديك الشيء. اللهم بلاش. لا والله عمرني ما بغيت المهمات، انا بالعكس كما قلت لك كيعجبوني غير لي جون. انا غير فقط كنت ناشط بحال اللي كيقولوا في الشباب، ناشطين عادي صافي. من تما تلاح الفيديو ما انا نسيته في الاول، حتى دابا من السيمانه هذه عاد قالت لي الاخت ديالي صفاء، قالت لي راه انت جيت تشوف الفيديو راه في اليوتيوب وكذا. فاش دخلت لقيت بزاف ديال لي جيم وكومونتيرات، لقيت بنادم كيبارطاجي الباجات جروبات، انا براسي تصدمت صراحه والله. بالنسبه للناس اللي كانوا كيعايروني في الكومونتير، كاين اللي كيفهمها غلطه تيسحب لي المهمات، يعني راني كندوي على الام ديالي ولا على ام ديالي ولا. بالعكس انا كنهضر على دوك العيالات النساء الكبارات وما مزوجات، فهمتي؟ ما داوش على هكا. وكنتاسف وكنقول استسمح، كنعتذر من الناس كاملين على الفيديو، وكنعتذر على هذاك الكلام اللي قلت. انا فقط كنت كنضحك، وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا لانهم كيتبعوني وتيديروا لي دي جيم وبارطاج. شرف ليا كما قلت لك، شرف ليا كلشي كيتبعني وكلشي كيبارطاجي وكلشي كيشاهدني وديك الشيء. انا شرف ليا بالعكس، صافي بليزير، تحياتي لهم. المهمات ما عرفتش كيفاش نقول لك، الله يجوجكم حيت نتوما باقيين بلا جوج، الله يجوجكم. هادشي وما نكذبش عليك، الا جاتني الفرصه هوته بحال قلتي عندها الفلوس العاقه وديك الشيء نتزوج، نتوكل على الله. ما كانش هادشي يا بلاش.